استووا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا وتقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الأشر وقنا عذاب الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ثبت على الإيمان وعمل الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمي الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيع يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين واهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا على الهدى وإن لنا إن علينا على الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تربى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قرى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعذرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معصدة في أمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Agora vamos ficar nos últimos dois tratados. Será do Carolí, também vem tratados. Vamos finalizar o Coran e vamos fazer dua. Eu tenho um apelo especial para todos os irmãos aqui. Hoje eu estive a conversar com o meu irmão mais novo de todos, Hafiz Afzal. Ele tem um filho muito doente que teve que ir de emergência para a África do Sul. Um dos rins não está a funcionar e outro rins também está com certas dificuldades. Então ele pediu-me para também neste Khatm al-Qur'an, como sabemos de acordo com o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o dua é aceita e o poder todo está na mão de Allah. Aquilo que não funciona, Allah faz funcionar. Este é favor de Allah e Allah subhanahu wa ta'ala, nós quando pedirmos a ele, ele vai aceitar. Então vamos pedir dua com convicção para este miúdo, chama-se Mudathir, pedir dua especial para Allah subhanahu wa ta'ala fazer funcionar os dois rins deles. Vamos todos fazer, inshallah? Inshallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لك الحمد لك شكر اللهم لك الحمد لك شكر بما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا اللهم لك الحمد لك شكر بالإيمان ولك الحمد لك شكر بالإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ولك الحمد لك شكر يا ربنا بما علمتنا القرآن اللهم لك الحمد لك شكر بكل ما أنعمت علينا يا رب العالمين اللهم لا نحصي ثناء عليك سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد عدد الصلاة عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك بر الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت بها نفسك أو أنزلتها في كتابك
أو علمتها أحدا من عبادك أو أثرت بها أو استأثرت بها في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بحرمة كتابك أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أحبابنا وذنوب من أوصانا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم من معنا وارحم من منا وارحم من فينا وارحم من نحبه ويحبونا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا بمغفرتك التي هي أكبر من ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب الداعين ويا رحيم المساكين يا غني عن العالمين يا ربنا ويا رب العالمين. اللهم إنك الرحمن وإنك الرحيم وإنك بر الرؤوف الرحيم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الجاهدين، اللهم يا كريم يا مجيب الداعين، اللهم إنك رؤوف عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، وعملنا عن الرياء، وألسنتنا عن الكذب، وعيوننا عن الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ابشرها بالمغفرة حين تتوفاها. اللهم اجعل جنة الفردوس مأواها، إنك وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وعادة وأخلاقا وعدلا وإحسانا. اللهم ارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأوردنا حوضه غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ولا مبدلين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا والماء البارد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما تنفعنا به وزدنا علما. لا إله إلا أنت، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الحزن والهم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد بلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك بر الرحيم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تقبل منا تلاوة كتابك،
واعف عنا وتجاوز عنا لخطأي في كتابك. اللهم تجاوز عنا ما زدنا ما فيما ليس منه وما أنقصنا من كتابك يا رب العالمين. اللهم علمنا تدبر في كتابك كما علمتنا حفظه. اللهم ارزقنا حسن النظر فيه وارزقنا العمل به وتطبيق كتابك في حياتنا كلها يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ربي يا رؤوف يا رحيم، يا رؤوفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنك الرحمن فارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجعل هذه تلاوة خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر ولا مغاليق للخير. اللهم إنا نسألك، اللهم اجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا همّا إلا فرجت، ولا مرضا إلا شفيت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا في الأبدان وفي القلوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بحرمة كتابك وبمكان نبيك عندك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واشفنا واشفي من معنا واشفي مرضى المسلمين كلهم يا رب العالمين. اللهم اشفي أخينا مدثر، اللهم اجعله له عافية في بدنك. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك مبذلين بأنفسهم لدينك. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك ويفسدون في أرضك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل أرضنا هذه أرض الإسلام والمسلمين وأرض الإيمان والمؤمنين. اللهم وسع أفهامنا في كتابك، اللهم وسع أفهامنا في كتابك، اللهم وسع أفهامنا في كتابك واجعلنا من أهلك يا رب العالمين. فقد قال نبيك إن لك أهل في خلقك وهم أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يا رب العالمين يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعل آخر منزلتنا عند آخر آية نقرأها يا رب العالمين، يا منزل الكتاب، يا منزل القرآن والتوراة والإنجيل. اللهم أنزل رحمتك علينا يا رب العالمين. اللهم صافي قلوبنا من النفاق والأدناس المنافقين. اللهم اجعلنا مؤمنين خالصين مخلصين مخلصين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك. اللهم أحينا على سنة نبيك ومتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين، يا مجيب الداعين، يا رؤوفا بالعباد يا رب العالمين. يا غنية نحن فقراء وأنت الغني عن العالمين. اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين. يا غنية أغننا، يا غنية أغننا، ويا رحيم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أمة مسلمين لك، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت قلوبنا على صراطك يوم تزل الأقدام. اللهم ادخلنا جنة بغير حساب، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم مشائخنا الذين جاهدوا بأنفسهم ليعلمونا. اللهم ارزقهم جنة الفردوس. اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم وذنوب مشائخهم وذنوب أولادهم وذنوب والديهم. اللهم اجعلنا معهم في الجنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، واجعل موتنا في بلدك في سبيلك. اللهم ارزقنا زيارة نبيك في المدينة المنورة، اللهم ارزقنا الحج المبرور كل منا. اللهم يا رب العالمين، اللهم ادعونا إلى بيتك الحرام كل عام يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا حتى نرى الكعبة الشريفة يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا حتى نزور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نزور المسجد الأقصى المبارك. اللهم رد أقصى المبارك إلى أيدي المسلمين سالما يا رب العالمين. اللهم لعن اليهود المغتصبين، اللهم لعن الصهيوني والإسرائيل وكل من ساعدهم يا رب العالمين. اللهم اردد أقصى المبارك إلى أيدي المسلمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم اجعل أمن في بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمتك وأتمها علينا، اللهم اسبغ علينا من فضلك وأتمها علينا. اللهم اجعلنا مسلمين وثبتنا على صراط المستقيم. اللهم لا تنزعن الإيمان حين نموت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الكفر بعد الإيمان. اللهم اجعلنا ممن تثبتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بقول ثابت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقاموا، وأنزل علينا ملائكتك حين تتوفانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب الداعين يا من وعدنا ادعوني يستجب لكم، فقد دعوناك يا رب العالمين فاستجب لنا، فاستجب لنا يا رب العالمين، فقد مدنا إليك أيدينا فلا تردها خائبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ربي يا كريم يا من هدانا إلى دين القويم. اللهم ثبتنا على دينك، وأمتنا على ملتك، واحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من عبادك، أو أنزلته في كتابك، أو أثرت به أو استأثرت به في علم الغيب، إنك أن تستجب لنا. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، دعاء المساكين، دعاء الفقراء إليك يا غني عن العالمين. اللهم لا غنى لنا منك طرفة عين،
فلا تغني عنا يا رب العالمين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم إنا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا في يدك، لا تملكنا فيها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك وإمائك، ناصيتنا في يدك، نافذا فينا أمرك يا رب العالمين، عادل فينا حكمك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بالعدل، وعاملنا بالكرم، وعاملنا بالرحم برحمة، وعاملنا بفضلك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، لك شكر بهذا القرآن. اللهم قد أنزلت كتابك وعلمتناه، اللهم كم من المسلمين لا يقرؤون كتابك، فقد وفقتنا لختم كتابك، لك الحمد كله يا رب العالمين. اللهم ما كان هذا إلا بتوفيقك يا رب العالمين، إن هذا إلا فضلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين نعمتك، اجعلنا مقرين بفضلك علينا يا رب العالمين، فإن فضلك علينا الكبير يا رب العالمين، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا مقرين بفضلك، اللهم اجعلنا مخلصين لدينك لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، لا تجعلها هباء منثورا حين تحشرنا يا رب العالمين. اللهم تقبله بيمينك يا رب العالمين، واربوها لنا. اللهم اجعلنا لنا ذكرا في الدنيا وذخرا في الآخرة. اللهم اجعلنا زلفى وحسن مآب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا رب، اللهم نجنا من النار وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا رب، طهر قلوبنا يا رب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كثر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لعودة إلى صراط المستقيم، وافقنا لتطبيق دينك في حياتنا كلها. اللهم علمنا التقوى وتوفيق لعمل بكتابك يا رب العالمين، واجعله حصة من حياتنا، واجعله في بيوتنا وفي أبنائنا وفي أنسابنا وفي نسلنا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم كما علمتنا تلاوة كتابك فعلمنا معانيه، وافقنا لعمل به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من الغرباء، فقد قال نبيك يا رب العالمين: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يصلحون سنة نبيك بعدما أفسدها الناس. اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا أئمة للمتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك كل خير يا رب، عاجله وآجله، ونعوذ بك من كل شر يا رب، عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك كل خير لا نستطيع أن نسألها إياه يا رب. اللهم أنت أعلم بحاجاتنا منا يا رب العالمين، وأنت أعلم بمصالحنا يا أكرم الأكرمين، فوافقنا لما تحب وترضى، وارزقنا ما هو خيرا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وتقبل منا أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا رب العالمين، يا ولي المتقين، يا ولي المؤمنين، كن أنت ولينا يا رب العالمين، يا متين يا قوي، يا أرحم الراحمين، يا واحد يا قهار. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك أعداء الدين، اللهم اجعلنا ممن نصر دينك،
اللهم اجعل القرآن حصة من حياتنا في حياتنا كلها يا رب العالمين. اللهم كما وفقتنا لتلاوته في رمضان فوفقنا لتلاوته كل عام يا رب العالمين خارج شهرك المبارك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن يهجر القرآن بعد رمضان يا رب العالمين، فقد ورد في كتابك يا رب العالمين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن، واجعلنا من أهله يا رب العالمين، واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن قاعدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم اكشف كروبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك يا رب العالمين، يا رحيم يا رحمن، يا ربي يا كريم، يا خالقنا ويا إلهنا ويا إله آبائنا الأولين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك بر الرحيم، اللهم إنا نحن مقرون بتوحيدك يا رب العالمين، فثبتنا على صراط المستقيم. اللهم أمتنا على صراط المستقيم، واحشرنا يوم القيامة مع نبيين وصديقين وشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الله